اليومين 28-29 راح تكون الفحص الطبي ثم إجراء امتحان اللياقة البدنية. يوم 30 جويلية راح يكون الامتحان الكتابي. عدد المترشحين للطول المتوسط هو 595 مترشح. هنا نقوم بمعايير الانتقاء الطبي لسنة 2018-2019. عندنا المترشح كيجينا يفوت على مراحل، أولا يفوت على حدة البصر، ثم يفوت على جراحة الأسنان، نقوم بقياس الطول والوزن، ويفوت عند الفحص طبي نفساني مهم جدا، ثم طبيب العام. الطبيب العام هو اللي يقوم بشخص اذا كان عنده مشكل عمليه جراحيه قام بعمليه جراحيه، ومشكل عنده في الطول ولا في الوزن، كل هذا لازم نخرجوه من درقه. وانا اسعى لاكون شبلا من اشبال الامه، وغدا ان شاء الله اسدا من اسودها، وانا جاهز للامتحان.